مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. أكيد أنه إحنا جميع عشنا تجربة ديال البرنامج وتزاد هذا البرنامج مع الكونفينمون عام كامل، وحنا كنطرحوا مواضيع اجتماعية وكنتناقشوا مجموعة من الظواهر الاجتماعية، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى الحب ديالكم. ولكن من بعد سنة قررنا أننا نعطي واحد لمسة جديدة لطبيعة البرنامج. الواقع هو هذا غادي يستمر، ولكن دائما بطرح أسئلة اللي هي مباشرة مع ضيوف اللي هما مؤثرين ومباشرين. وعنواننا في هذا الموسم هو علاش. ديما أسئلتنا غتكون علاش. أول مؤثرة اللي غتكون حاضرة معنا اليوم اللي هي تطا حياة، اللي بزاف ديال السيدات اللي كيتابعوها والسادة أيضا في تيك توك، واللي من خلاله قدرت أنها تواصل مع بزاف ديال الناس اللي كيف ما تنقولوا وقفات عند الجرح وخلاتهم أنهم يتأثروا بها بشكل كبير. وتابعناها في اليوتيوب وفي الإنستغرام ومجموعة من يعني الفيديوهات اللي كانت فيها مجموعة من التفاصيل. بلا ما نطول عليكم غادي نمشيو مباشرة نستقبلوا معنا لالا حياة. ودائما علاش، مرحبا بك حياة. الله يبارك فيك هبه ديالي، خليك لي صافي بليزير. ميرسي بوكو، ميرسي ا توا، ميرسي بوغ لا بونسي ديالك. صافي فريمون بليزير انني نكون معاك في لونسمون ديال الشكل الجديد للبرنامج ديالك. جو سويت لو بون كوراج. اي جوستمون برامج هكا سيرتو دابا الناس ولاو كيكونسوميو الثقافه الالكترونيه بزاف، برامج هكا مهمين وزوينين وتعاونوا الناس باش يزيدوا القدام. بدايه الحياه غنمشي معاك بشكل مباشر، علاش عندنا مشكل في العلاقه ما بين الرجل والمراه؟ علاش كنقولوا حنا عندنا مشكل في العلاقه ما بين الرجل والمراه؟ حنا ما عندنا حتى مشكل. حنا الاشكال الحقيقي اللي كاين عندنا هو اننا ولينا تنقلبوا على المشكل اللي كاين في العلاقه ما بين الرجل والمراه. الناس تقراو، كاين بزاف ديال الكتبات جديد ديال ديفلوبمون بيرسونيل او لا برامج ولا مسلسلات تفرجوا فيهم في التلفازة، بدلوا لهم مع الوقت الفكرة ديال العلاقة ما بين رجل ومرأة، وبينوا لهم بلي كاين الفرق هنا وكاين الفرق هنا. الوغ هو ما كاين حتى شي فرق. الفرق الوحيد اللي كاين في الطبيعة اللي خلقنا بها الله سبحانه وتعالى، وما خلقهم رجالة وحنا خلقنا عيالات. إلا تغادينا على الدور ديالنا وبغيناهم يتعاملوا معنا بنفس الطبيعة اللي هي ماشي ديالهم، راه سي نورمال كو غنطيحوا في مشكل. دونك في الاساس ما كاينش مشكل. كاين بعض التاثيرات اللي تاثروا بهم كسوار الرجال. انا كنهضر مع المجتمع، على المجتمع ديالنا، على المغاربه، كنهضرش اون جينيرال، كنهضر على المغرب لانه هو اللي كيهمنا، لانه حنا كنعالجوا وكنطرحوا مواضيع في الاطار الوطني باش نتعاونوا مع بعضياتنا تو سامبلومون. دونك الا شدينا حنا غير الشباب المغربي او النساء في المغرب، راه دزنا من فترات، دزنا من حقب، دزنا من واحد الوقت كانت المراه ما كتخرج، دزنا من واحد الوقت ولات المراه كتمشي للمدرسه، جينا لواحد الوقت ولينا عادي نجلسوا في القهوه. دونك التاثيرات اللي كاينين عندنا حنا راه كاينين حتى عليهم هما، سي نورمال. هادشي اللي كنشوفوا النتيجه ديال اشياء حنا طالبنا بها. مالوغوزمون ما كاينش الوعي، وشي شويه زدنا عندنا شي حاجه ما غاديش مع شي حاجه هكا مقاده. واش نجي نقول لك لا، كنحس باللي تنعيشوا في صراع ما بين الوقت قبل الاستعمار وبعد الاستعمار. ما بقيناش عرفنا واش بغينا هذيك المراه اللي كتشبه الماما اللي اولا الجده اللي غادي تكون غنجيبها غنتلاقاها غنجلسوا في الدار غتولد الوليدات ما غتخدمش ما غدير، اولا بغيت مراه متحرره غنخرج نمشي انا وياها للريستورون، اولا بغيت مراه خدامه ما بقوش عارفين راسهم شنو بغاو. الوغ كو تو سامبلومون الجواب على اي مشكل عندنا في الحياه راه كيطالب بحاجه وحده، حيت ما كاينينش دي ريغل، ما كاينينش وصفات سحريه. اسو كاينه، ما كاينينش وصفه سحريه تقدري تقوليها لواحد الشخص وتقول لي راه الا درتي هذا الشيء هذا غتنجح في حياتك. سي با بوسيبل. انا لي زيليمون والعوامل اللي عندي في حياتي ماشي هما اللي عندك انت. انا كومون جو مو فوا من هنا لخمس سنين ولا 10 سنين ماشي هما نفس الاهداف اللي عندك انت في الحياه. دونك باش نقدروا نوصلوا للتواصل خصنا، باش نقدروا نوصلوا للتفاهم خصنا نتواصلوا، خاصنا لا بون كومونيكاسيون.
واخا هيات، علاش كنقولوا بلي ما بقاش معامن؟ كنقولوا علاش ما بقاش معامن؟ حيت حنا ما كاينينش. لا انا جو سوي كونطخ هاد الفكره هادي. لا غلط، انا جو سوي كونطخ الناس اللي كيدوزوا من تجارب وكيجيو كيأمو على الناس اجمعين، اولا كيوصلوا اولا كيشجعوا العين، كيشجعوا الكراهيه عند الناس الداخل باش يزيدوا القدام. امبوسيبل تافونسي في حياتك وانت عندك نقاط سوداء كتدعمهم بالسواد وبالسلبيه باش تقدر تزيد القدام وتنجح في حياتك. كنهضروا على الراحه النفسيه، لانه النجاح يختلف من شخص الى اخر. باش تحس بالرضا على النفس وتكون مرتاح وعارف راسك شنو كدير، خاصك تكون اول حاجه انسان متسامح وتحيد هاد الافكار ديال الناس كلهم خايبين وانت بوحدك لي بطل. لا، الناس كلهم فيهم الخيب والزوين. ملي كنتلاقى مع الناس انا بوحدي اللي نقدر نحكم على الطبيعه العلاقه اللي بغيت تكون عندي معاهم. كاينين وسائل غادي نخدم عليهم في شخصيتي اللي غيعاونوني نبدا ناخذ الاشياء الايجابيه من عند الناس ونتفادى الاشياء السلبيه. راه لا في سي ان انصومبل دي زيكزيرسيس، الحياه هي مجموعه من التمارين كنفيقوا من الصباح وحنا كندوزوا فيهم. في الاخر النهار راه كنجمعوا واحد المجموعه من المعلومات، مجموعه من التجارب اللي ما خصناش نعاودوا نطيحوا فيهم غدا، حيت الا جينا نشوفوا شكون هما الناس اللي تيقولوا لنا ما بقاش معامل. سو سون دي جون ايفونتوالمون ملي كتعطيها معامل كدير نفس الاغلاط اللي دارت مع داك المعامل اللي قبل منه. و جو بارل اون كونيسونس دو كوز. راه جي كومونسي سا اون 2016، انا ما نهضرش كاع على 2016، نهضر غير على 2020 اللي هنا. سي جي با روسو ولا جي با ريبوندو، راه جاوبت لو مينيموم واحد 1000 بيرسون، 1200 بيرسون. جي في لاكومبانيمون ديال 1200 بيرسون، راه سي با فاسيل. يعني راه سمعت دي زيستوار وتعاودوا لي دي زيستوار من لي دو سيكس. اي سو كو جو روبروش لي دو سيكس انهم دايرين واحد الفرق بيناتهم اون بازون سور لو سيكس نيميرو 1 وعايشين في واحد لو ديبا. باغي كل واحد فيهم باغي يبان هو اللي نجح الاخر، هو اللي زير الاخر، هو اللي حاكم الاخر، الوغ كو سي با لا ليتيليتي ديال العلاقات. راه ملي كتكون عندنا علاقات راه للتكامل وللتواصل وللتفاهم وكاع داكشي اللي كيبدا بحرف التاء، ماشي داكشي الاخر. فهمنا ولا ما فهمناش؟ واقع حياة. علاش في علاقاتنا خاصنا نردوا البال من بعضياتنا؟ خصنا نردوا البال من بعضياتنا. جو انا نقول لك واحد الحاجه، انا هذا سي ما فيلوزوفي دو لا في باسكو باردون. انا جافي انا قريت شي شويه الكتابه، واحد الكتاب اللي مؤثر في الناس بزاف، هذاك الرجال من كوكب زهره والنساء من كوكب المريخ. راه علاش الا جلستي جو في بوبلي بروشينمون واحد الريزومي باسكو فريمون الناس فهموا الكتاب. كاينين الناس اللي فهموه مزيان ولكن كاينين الناس اللي شدوه باش يدافعوا على لي زانتيغي ديالهم، خرجوا منه دي زيكسبليكاسيون اللي ما اصلا ما كاينينش. ايه فعلا انه كاين اون ديفيرونس في لو كومبورتمون انتر لوم اي لا فام، مي ميم انتر اون فام اي اون اوتر فام يا اون ديفيرونس في لو كومبورتمون. كاينين عيالات الاوردر دو جوردي تاثروا بالثقافه الذكريه ولاو عندهم لو ميم كومبورتمون كالنوم. ملي كنكون باغا نحترم ونتحترم ماشي بالضروره نكون راجل باش نطلب الاحترام اولا باش نكون مراه. الا بغيت ان اسباس دانتيميتي، بغيت شويه ديال 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 ما بغيتش شي حد يزيرني، راه ماشي بالضروره انا الراجل اللي محتاج هادشي. راه ممكن انا مراه محتاجه اون فوا باغ سومين نخرج مع صحاباتي، ممكن انا مراه محتاجه من يكون عندي واحد النهار ما كنتلاقاش فيه الشريك ديالي. واش فهمتي اش بغيت نقول لك ولا لا؟ دونك العلاقات انا تنقولها سر النجاح ديالهم هو لا كومونيكاسيون. اي افون لا كومونيكاسيون خاص الانسان يعرف راسو شنو باغي في الحياه، لانه ما يمكنش نجي عندك سكينه ونقول لك واش عرفتي انا بغيت نشري واحد لافيست ونقول لك انا غادي نشريها تبقى تلقيني عند الجزار. اسكو انا جو في تروفي اون فيست عند الجزار؟ سي با بوسيبل. غادا للبلاصه الغلط، خصني نمشي لان بوتيك لي او موا تيبيعوا الحوايج ماشي تيبيعوا الصباب. خصني نعرف راسي نحدد لا ديستيناسيون. ماشي انا تنقول جو فو سا وانا كنعدي بصا وتنقول علاش هادشي اللي انا كنعدي به خايب، ورا انا اللي جي اكسبتي شي حاجه اقل من داكشي اللي كنقلب عليه. دونك شكون اللي خصو يتلام في لا سيتياسيون؟ سي موا. جو بو با غامني اون بيرسون عندها واحد لو كاركتير طبات به وكبرات به ونبغي نفرض عليها انا شي حوايج، علاش؟ حيت انا مسلكيني. اوني با لا بوغ شونجي لي زوطخ، اوني لا بوغ لي زاكسيبتي بوغ تخوفي ان تيغان دونتونت، ان تيغان اللي ما نتخاسموش فيه وما نلعبوش فيه ماتش ديال البوكس، ان تيغان اللي غنكونوا فيه هنا باش تعاوني في الحياه ديالي ونعاونك في الحياه ديالك والتكامل ونرجعوا للاشياء الزوينين. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟
واخا لالا، علاش العلاقات ما بين لي كوبل ولات كتبنى على الحساب؟ انت شحال غتعطي وانا شحال غتعطي، اشنو غنربح منك واشنو غتربح مني، علاش؟ دابا الحساب كيف ما قلتي كاين الحساب ماتيريال وكاين الحساب ايماتيريال. دابا مع هادشي اللي كيطرا جوستومون، راه قلت لك انا كنحمل مسؤوليه كبيره كبيره للوالدين، ومن بعد والدي لديك التلفازه اللي كيتفرجوا فيها الدراري، لانه ما يمكنش تشد ليا مسلسل ودير ليا بطله داز عليها كاع المصائب ديال الدنيا والدين من عند واحد الشخص، وفي الاخر باش دير ليا الحلقه الاخيره دير ليا هذيك يمكن الخصم حات لهذاك الشخص وقعت معاه. اشنو كتعلمني انا؟ كتعلمني نتنازل بعض المرات على لي برينسيپ ديالي وعلى لي فالور ديالي على ود السعاده ديال الناس اخرين، وهذا الشيء راه ما كيجيبش الرضا على النفس وما تيجيبش السعاده، راه باش نفرح الناس اللي قدامي خاصني نكون انا فرحانه. دونك سا سي لا بروميير دي شوز. لا دوزيام دي شوز، باش نكون انا فرحانه عندي واحد الطموحات بغيت نوصل فيهم نوصل ليهم في الحياه، وعندي بعض الاشياء بغيت نديرهم. ملي كنجيب شخص باش نكون انا وياه ونديروا مستقبل انا وياه، بعدا يكون داك المستقبل متشابه باش ما نكونوش باغيين ندابزو وباغيين نوضوا الروينة. نرجعوا لانه الراجل ما بغاش يصرف الا المراه اللي بغات تصرف. الراجل عندي انا اشكال واحد في المصروف باش نتفاهموا عليه. ملي انا غادي نخرج مولات الدار عندي، هذه رساله للرجاله، غادي نجيب مراه غنخرجها تخدم، هاد السيده غتنوض معايا مع الصباح غنخرجوا نمشيو نخدموا بجوج غنرجعوا للدار، راه انا مره هي خصها طيب الغدا مره انا خصني طيب الغدا، حيتاش ما كايناش غير بارطاج ديال لي غوسورس ديال الفلوس. اجي نقسموا حتى الشقه نتاع الدار، لو ديماج تي با بروند لو بيبي لو ماتان جو بروندري لو سوار. علاش؟ لانه بجوجنا اون في لا ميم شوز ا لا ميزون. الا كنتي انت راجل وقادر تقوم بالدار ديالك، وما ما كنقولش راجل زعما بهذاك المعنى، يعني انت عندك لي مويان باش تقوم بالدار ديالك دو ا زد، اسيدي جلسها على الارض وغطيب لك وديرهم لك ب 16 وما غتحاسب معاها ما غادي تحاسب معاك. ما عندكش لي مويان غادي تجيب مرا في لي مويان ديالك اللي غادي تقاد عليهم انت وياهم، وتا هي ايدوا ايد كونسيون دو سكو تو، يعني ما غتكذب عليها ما غتكذب عليك. نرجعوا للشفافيه والوضوح، هادشي اللي كاين عندي انا. جو فو كو ما فام تخدم، انا جو فو با كو ما فام تخدم، انا جو فو كو ما فام بارطاج معايا فلوسها. حتى انا كنقول له سي جو بارطاج فلوسي معاك اللي كاين، كنبيعوش البادياتنا لو غيف، راه حيت المشكل اللي كاين سكينه ماشي هو نهار الاول، راه هادشي ما كيطرا حتى من بعد، راه نهار الاول كتقول لي هانيه ونهار الاول هو تيقول لها ويلي كلشي ديالي. كتسالي سبعين عند الباكور. ايه كتسالي كتخرج الحقيقه. علاش؟ لانه ولادنا ماشي ولادنا ولادهم، لاننا ولادنا متاكده ان ولادنا ما غيطلعوش دايرين بحال هكا. قلنا لهم الفكره ديالهم شي شويه، عرفناهم بلي كاين اشياء مهمه في الحياه من غير الزواج. الزواج هو واحد التجربه اللي ملي غادي يسهل لك فيها الله سبحانه وتعالى، وغتلاقاي بالشخص اللي هو يا كومباتيبل معاك، غادي تزوجي وغادي غتمشي في امان الله. تجربه لا تعلو على تجربه. دونك كاينين اشياء اخرى، تجارب اخرى بحالها مهمين في الحياه. شدينا البلاد ديالنا انفخناهم، خصكم تزوجوا خصكم تزوجوا. المراه لا ما تزوجاتش راه والو كمان، راه الناس حاربوا هادشي قبل منا وضربوا معاه سنوات عاد باش قدروا يحيدوه. حتى حنا خصنا نتقبلوا انه راه عندنا في المجتمع ديالنا واحد النهار ان شاء الله ما غيبقاش، لانه كمان حنا ما كنولدوش عيالات بقرات كنبغيو نبيعوهم، حنا كنولدو نساء، كنولدو كنكبروهم كنخسروا عليهم فلوسنا، عندهم كيان مستقل خلقهم الله سبحانه وتعالى وعظم فيهم وشكرهم وعطاهم كاع داكشي اللي خصهم يسمعوه. دونك هادوك النساء كيستحقوا انه يكون عندهم بلاصه في المجتمع ويتخذوا قرارات ديالهم عن كامل الرضا ديالهم، لانه الاغلبيه ديال اللي كيقلبوا يتزوجوا راه اوفوندير، راه ماشي غتقول لك ما بغاتش كاع يتزوج جوست ضعيف العالم، يا بتجوجي انت قالت لها ماما اجي تجوجي، واش انت بغيت نقول لك ولا لا؟ والدراري سي نورمال كيتر كاين 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 راه قلت لك صراع، جوج ديال جوج ديال جوج عندك جوج ثقافات مخاسمين لك في دماغك، عندك ثقافه محافظه محضه، وعندك ثقافه هكا عصريه ديال عادي البنت تخرج قهوه عادي جوغامين ما كوبين افيك موا ا لا ميزون، مي او ميم تو عندي واحد الثقافه قديمه ديال احق ايل دوات ايتخو. واش فهمتيني اش بغيت نقول لك ولا لا؟ خصنا نوصلوا للمستوى ديال نختاروا اشنا هو لاكس اللي بغينا نمشيو فيه، نتاخذوا قرارات
يكونوا غاديين في نفس غاديين في بلاصه واحده كيمشيو في نفس المكان باش ناخذوا القرار والعكس ديالو من بعد نبغيو نلوحوا الاخطاء ديالنا على واحد اخر حيت لا راه ما تنتحرقش لا ما حطيتش يدي في العافيه راه ما تنتصرفقش لا ما عطيتش وجهي انا الا خدمت على شخصيتي والثقه ديالي في راسي ما غادي نقول ما كاين معامل ما غنقول الرجاله خايبين ما غنقول العيالات خايبين غنقول كل شيء زوين حتى تثبت ادانته الحياه انطلاقا من التجربه ديال طاطا حياه الكم ديال لي سويس اللي وصلوك طريقتك في التواصل والتعامل مع النساء وحرقتك في النقاش حول قضايا المراه والرجل نبغي اون كونكلوزيون ختاما كيفاش نقدروا انطلاقا من حياه من طاطا حياه نتغلبوا على هاد العلاشات كاملين اللي كنطرحوهم في العلاقه ما بين الرجل والمراه داكوغ نقول لك قولي لي انا بعدا دوك الناس اللي كيتيقوا فيا وكيسيفطوا لي لي زيسويس ديالهم تنشكرهم كل مره تجيني فرصه انني نشكرهم الحمد لله اوجوردي جاريف ا ريغلي دي سيتواسيون دو كونفلي عند دي كوبل ماريي عند دي كوبل تيخرجوا مع بعضياتهم الحمد لله قدرنا نوقفوا مع بزاف ديال 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 النساء لانه كوميم لو كونسيبت ديال لو لايف فاش كيكون اني سويس وكنكون بالطريقه العتابيه الحرقه اللي تتهضر عليها حيت جو مادريس بزاف ديال الناس وكنهضر اون جينيرال كنهضر على كناخذ اني سويس وكنحاول نخرج منه دي جينيراليتي لي انا سميتو سوغ لو بلون بيرسونيل ولا سوغ لو بلون بروفيسيونيل سيتادير سوا جي رونكونتري اون بيرسون كو جي انكادري اي لافي لو ميم بروبليم ولا انا جو سوي باسي باغ لا شي نهار طرا ليا نفس الاشكال دونك ديك كت سي بلو فور كو وا كنبدا نشوف ونعرف على بوحدي دوكو فيما يخص لي زويس اللي تيوصلوني جوستومون راه سي سا سكي في مال اي سي سا سي سا ما موتيفاسيون اوجوردي كون تو فوا راه ماشي غير العيالات راه حتى الرجاله انا تنقولها لكم باردون كاينين الرجال اوجوردي يعنفون كاينين الرجال يضحكوا عليهم راه حتى هما يقدروا يقولوا ما كاينش معامل لان انا كنشوف القصص اللي كيوصلوني صافي فريمون مالو كور انا الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول لهم فعلاش وكيفاش وبزاف ديال الامور ما نوقفوش عند هاد الاسئله بثلاثه حيت ثلاثه ديال الاسئله ما عندهم حتى شي فايده غتكون عندهم فايده الا كنا جالسين تنكتبوا ان بوكان بغينا نديروا للناس دي فيديو دو كوتشين سور يوتيوب بغينا نديروا شي حاجه عندها علاقه بالديفلوبمون بيرسونيل اما ملي نكونوا جالسين مع راسنا اون دو ترافايي نوتر كونفيونس خصنا نخدموا الثقه ديالنا بالراس ديالنا داكشي الثقه ديالنا في النفس ديالنا خصنا نخدموها هي الاولى خصنا نخدموا ثاني نقطه حيت الانسان اللي ما كيثقش راسو ما غيقدرش يثق في الناس الاخرين الانسان اللي ما كيقدرش يثق في راسو ما غيقدرش يخرج ويواجه الناس الاخرين ويسمعهم ويشوف لا فيرسيون ديالهم وغيولي تيحكم على الناس بلا ما يتلاقاهم وبلا ما يتعرف عليهم باغ بيغ لانه هو خايف من ديك العلاقه شنو تقدر تعطيه باغ لا سويت دونك عوض ما نخاف ونبقى شاده على راسي وما نتعرفش على ناس اخرين وما نكتشفش ناس اخرين وندير شويه ديال لا جوا دو في حياتي غنخدم على الثقه ديالي في راسي وغادي نكون انسانه غنخدم لا كومونيكاسيون ديالي التواصل ديالي الطريقه باش كنهضر مع الناس كيفاش كنوصل الفكره للناس وغادي بيان سور نبدا نستافد من التجارب ديالي ما نبقاش ندير راسي انا الضحيه داز عليا واحد التجربه ملي كنعرف الناس اشنو داروا ليا خرجت من الدور ديال الضحيه خصني جو دو مغلفي خصني نوقف على رجلي دابا ديك الساعه وليت انا هو داك انا هو الكابيتان اللي خصو يهز ليا داك الباطو ما يخليهش يغرق دونك حيت انا لما تهليتش في راسي جو با اتوند واحد اخر في الزنقه يتهلا فيا الا انا ما خديتش الوقت باش نعطي راسي خاطر ونقول لراسي انت زوينه ولا انت زوين ولا نقول راسي انت انسان ذكي ولا انت انسانه ذكيه شكون ما غنتسناش واحد اخر يقولها لي في الزنقه الا ما فكرتش في المستقبل ديالي من غدا في الصباح اشنو بغيت ندير به راه قلت لهم ديك المره سال هذاك العصر ديال الامير والخادمة يجي يتزوج بك وتورتي القصر وداكشي نوضي حزمي راسك وديها في قرايتك ماشي غتورتي القصر غتبني انت داك القصر وغديري لولدك ما يورث المدام هادشي اللي غادي نقول لكم وخلاص تهلاو ليا في الثقه في النفس والتواصل الله يحفظك شكرا بزاف حياه شكرا بزاف طاطا حياه الله يبارك فيك ونلقاو فرصه قريبه وفعلا تشرفت بانني نتواصل معاك وتبارك الله ما شاء الله عليك الله يبارك فيك الحبيبه ديالي خليك لي صافي فريمون بليزير Je te souhaite vraiment le bon courage, Laïsa Elalik. Tu es très gentille. Je suis très honorée de faire ta connaissance. Zouyouna, Masha'Allah, Elalik. بارك الله فيك طبعا الحال اليوم كانت معنا طاطا حياه او لا حياه كمؤثره ومتواصله مع جمله كبيره من النساء
تناقشنا والرجال ايضا تناقشنا حول علاشات بزاف اللي كنطرحوا في علاقاتنا اللي كتجمع ما بين الرجل والمراه. الواقع هو هذا وشعارنا في هذا الموسم. علاش غنطرحوا اسئله كثيره في قضايا كثيره ومواضيع كثيره دائما انطلاقا من علاش نجاوبوا عليها باش يمكن لينا نرصدوا واقعنا اللي هو هذا. شكرا لك هشام ابو زروال رافقتينا اليوم في الاخراج. دمتم في رعايه الله، تصبحون على خير والى اللقاء.